اهلا بكم اعزائي طلبه وطالبات التعليم الفني وحلقه جديده في بيتنا مدرسه، وهنكمل رحلتنا مع قسم الملابس الجاهزه. واحنا اتكلمنا قبل كده عن التصميم والموضه، واخدنا انواع البطلونات، واخدنا ازاي ابقى مصمم ناجح، وازاي اواكب التخصص في سوق العمل، واتكلمنا عن التكنولوجيا وتطور التكنولوجيا اللي دخل في الملابس الجاهزه. احنا عندنا هنا بقى دلوقتي النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا. احنا الحلقة بتاعتنا بتبقى خاصة بطالب التعليم الفني والأسرة، يعني الطالب والأسرة. واحنا بنقول ازاي الأسرة كربة منزل ازاي تحسن من دخلها، وازاي تبقى تقدر تبقى تفيد أسرتها وتفيد نفسها وتتعلم مهنة من خلال المنزل وتقدر تساعد نفسها. فإحنا النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا تخص قسم الملابس. أنا دلوقتي هشتغل كمصمم ولا منفذ ولا هشتغل في خط إنتاج، أنا لازم أعرف أفرق بين الاتنين دول، وأعرف أفرق إيه الفرق بين مصمم الأزياء ومنفذ الأزياء اللي هو الخياط، إيه الفرق بينهم؟ هل في فرق؟ اه طبعا في فرق. ليه بقى؟ لان انا دلوقتي انا كفني خريج من التعليم الفني، او كربة منزل هشتغل، هجيب مكنة وهشتغل عليها، او هشتغل في مصنع في خط انتاج، انا مرتبط بالمنتج او الموديل اللي بيتعرض عليا. انا ما بصممش موديل، لا انا بنفذ الموديل المطلوب مني. المطلوب مني بس ان انا لما يجيلي الموديل ويجيلي الخامه ابقى اعرف بس نوع الخامه بتاعتي، من حيث ان النسيج بتاعها، التركيب النسج بتاعها، سواء قماشه نسيج او قماشه تريكو، وايه هو نوع البطرون اللي انا هستفيد بيه، يعني اللي انا هشتغل بيه عشان اعمل الموديل ده. لكن انا ما بديش اي اقتراحات للعميل على الموديل، يعني ولا بغير فيه ولا بقول له انا لا ده مقترح ان احنا نعمل كذا او نعمل كذا فيه، لا انا باخد الموديل زي ما هو العميل عرضه عليا، سواء العميل ده جاي يعمل اوردر داخل مصنع او زبونه جاي هتخيط عندي الموديل دوت. فانا باخد الموديل زي ما هو بالقماش، وابدا ايه اعمل له الباترون بتاعه واعمله وانفذه كمنتج للعميل. لكن المصمم بيعمل ايه؟ المصمم بيبقى عنده فن، عنده ابتكار، عنده ابداع. في بعض الناس بتخلط بين ايه؟ بين التصميم وبين الخياطة. هو لا، تصميم الازياء حاجة والخياطة حاجة تانية. تصميم الازياء يا اما بيبقى على مانيكان، او اللي هو التشكيل على مانيكان بالقماش على طول، او ان هو بيستخدم مانيكان ويبدأ يرسم عليه خطوط التصميم بتاعته، وبيتبع الخطوط بتاعته. أغلبية المصممين الأزياء بيبقوا طبعا تواصل مع بعض المصممين العالميين، فبيبقوا محددين في أول كل موسم إيه هو خط الموضة بتاع السنة دي، إيه هو اللون اللي هيبقى نازل، وهو إيه نوع التصميمات اللي ممكن تتنفذ. بيبقى إيه اتفاق عالمي بين المصممين وليس اتفاق شخصي. هنبدأ نتكلم النهاردة على الفرق بين مصمم الأزياء ومنفذ الازياء الملابس اللي هو الخياط. تعال نشوف مع بعض. طبعا اول حاجه احنا بنقول ان المصمم ده هو اللي هو الخياط، اللي هو بيبني التصميم. يعني انا بعمل التصميم والخياط بيبدا يبني، يعني بينفذه على القماش. يعني هو بيبقى موديل قدامي وبيبدا ينفذه على القماش، من بطرون لورق لقماش. فهو بيطلع المنتج اللي موجود عندي، اللي هو ايه، اللي هو الموديل، بيحوله لمنتج يتلبس. يعني من صورة بيحولها لمنتج يتلبس. فمعظم الناس بيخلطوا بين الخياطة وتصميم الازياء. ده حاجة وده حاجة. ده التصميم الازياء ده اسلوب، والخياطة ده اسلوب تاني. وبعتبر ان تصميم الازياء الخياطة هي مكملة لتصميم الازياء. يعني ايه مكملة؟ يعني انا لو ما عنديش موديل مش هقدر انفذ، ولو عندي موديل كويس وما عنديش حد ينفذه يخيطه كويس جدا، يبقى انا كده فقدت الناحية دي، ان انا احول الموديل عندي ان هو يبقى منتج ملموس يتلبس، لازم يكون بجودة
عليه. فهنكمل مع بعض هنا بعض الأدوات المتشابهة أو أن المنتج النهائي هو نفسه الملابس، ومع ذلك هناك فرق كبير في كيفية عملها. يعني أنا كل منتج بيختلف حسب إيه عملها، وأنا بالنسبة لي اللي هو المنتج اللي بيطلع هو ده بقول عليه المنتج النهائي. يعني أنا الخياط بيطلع لي من الموديل المنتج النهائي، فلذلك إن هو لازم يطلع المنتج النهائي اللي هو طلبه العميل، مش اللي هو غير طلبه. يعني لازم يكون المنتج ده مطابق للمواصفات، مطابق للموديل اللي قدامي. انا عايز الموديل ده بالمقاسات دي بالوزن اللي محطوط عندي، فانا بطلع الموديل بنفس المواصفات دي. يعني ايه بنفس المواصفات؟ يعني انا معايا المقاسات، معايا الموديل تصميمه، مع عدد قطع الموديل الموجودة، شكل الموديل ايه، لازم اكون ماشي مع المواصفات المحطوطة لي علشان اقدر ايه اشتغل الموديل ده. ففي المصانع بيبقى في كارته اسمها كارته المواصفات بتاعه الموديل، فلازم العامل اللي قاعد على المكنه يعرف يقرا الكارته دي، يعني يعرف يقرا كارته المواصفات، بحيث ان هو شغال ما يبقاش شغال ان هو بيقفل قطعه وخلاص، لا، لازم يبقى عارف القطعه دي مكونه من ايه، هو بيعمل ايه، مش ان انا هقفل وخلاص. انا مطلوب مني ان انا اقفل اركب جيوب يبقى هركب جيوب، اعمل ياقه يبقى هعمل الياقه، وفي الاخر اخر واحد هو اللي بيجمع القطعه. لا، لازم اكون فاهم كويس جدا من الناحيه الفنيه ايه هي مواصفات الموديل اللي انا بنفذه علشان ابقى ايه اطلع المنتج النهائي بصوره جيده. ده وظيفة الخياط أو المنفذ بتاع الملابس، اللي هو بيخيط لي قطع الملبسية، اللي هو بيجمع لي قطع البطرون بعد التعشيم، بيجمع لي قطع القماش ويبدأ يجمعها ويخيطها مع بعض عشان تطلع لي منتج. نكمل مع بعض. طب. يأخذ الخياطون قياس الزبون. طبعا أنا عندي هنا اللي هو بيجي، لو أنا راح أعمل حاجة عند اللي هو الخياط او الترزي، هروح اعمل بلوزة، هعمل تاير، هعمل فستان، هو بياخد مقاساتي، لان هو بيشتغل بالفرد، فرد وفرد، يعني بنفس، يعني مش بيشتغل كمية، مش زي المصنع. المصنع بيشتغل على مقاس، يعني المصنع لما بيجيله الموديل بيشتغل على ثلاث مقاسات حسب ما العميل يطلب. يعني هو لو طالب 46 مقاس 46 لغاية 50، فبيعمل الموديل من 46 لغاية 50 زي ما خدناه في جدول المقاسات الحلقة اللي فاتت. فأنا دلوقتي هو العميل اللي بيطلب كده، لكن أنا لو راح أخيط عند الترزي، فالترزي بيبدأ ياخد مقاساتي مظبوط بناء على المقاسات اللي هو بياخدها دي. احنا شرحنا ان هو لازم ياخد ازاي المقاسات بالمزورة، وازاي يبقى المقاسات في دوران الصدر، ودوران الهنش تبقى في اضفادة، وفي دوران الذراع وبتبقى عند خط، في دوران الوسط بتبقى مظبوطة ما بقاش فيها زيادات، في الطول بيبقى مظبوطة ما فيهاش اي زيادات. فهو بيبدأ الخياط ياخد المقاسات من على الزبون حسب الموديل المطلوب. يعني انا بيراعي بقى في الموديل اذا كان في قصات، في بنسات، في دانتيل هيتركب، في ركام هتتركب، في سوستة، في مرد، في زراير، في كولا، يبقى هو بحسب الموديل اللي طالبه الزبون هو بينفذ الخطوات دي. يعني هو ما بيبديش رأيه للزبون في اي حاجة، الا لو الزبون جه قال له انا عندي القماشة دي وعايز اعمل لها موديل، فبيبدأ يوري له الكتالوجات اللي عنده يختار منها الموديل اللي يناسبه. دي اللي بيقدر يساعده فيها. وحاجة تانية، لو هو جايب قماش مثلا زي القماش المقلم او القماش الكارو اللي هو بالورد، فهو هقول مثلا ان ان القماش ده هي مثلا سمينة، يعني جسمها فات مليان، فبالتالي ان انا لما اجي اعمل لها القماش ده زي ما هي طالباه عايزة التقليمات بالعرض، ده مش هقول لها لا ده ما ينفعش، لا اقول لها تعالي اقفي قدام المراية حطي القماش عليكي وشوفي شكله مرة بالطول ومرة بالعرض، شوفي هيبقى شكله ايه. يعني انت هتسيب الزبون هو اللي يقول رأيه، لا مش انت اللي تبدي رأيك. ليه؟ لان انا منفذ، انا بخيط له القطع، فانا لو عملت على مزاجي انا وعلى رأيي انا هيجي يقول لي لا انا مش هو ده، مش هي دي القطعة اللي انا عايزاها، مش هو ده الموديل اللي انا طلبته.
فبالتالي ان انا مع الخياط او الترزي بينفذ اللي هو العميل او الزبون اللي جاي له بالطلب بتاعه، ما بيغيرش في الموديل، ما بيبديش رأيه الا لو ايه شاف ان ايه ان القماشة مثلا ما يناسبهاش القصة دي، فبيبدأ يعرض عليه الكتالوجات يقول له طب نقي موديل تاني، طب شوف الكتالوجات دي، طب شوف اللي يناسبها، لو لقيت حاجة قريبة من القماش اللي انت جايبه ممكن نعمل نفس الموديل. لكن ما بيديش ايه رأي، لا هو بيسيبه، هو بيسيب الزبون هو اللي يختار بنفسه. نكمل مع بعض. طبعا هنا بقول ان هو الخياط بيبدأ ياخد القياسات مباشرة وبيخيط الملابس وفقا للتصميم الايه المقدم له من قبل العميل. من ناحية اخرى فان مصمم الازياء هو مبتكر لتصميم جديد. يعني انا عندي هنا انا الموديل اللي جايبه العميل بيبقى يا اما من مجلة بتاعة مصمم، يا اما من مجلة بتاعة شركة منزلة الموديلات بتاعتها، فهو بالتالي ان هو جايب الموديلات اللي تم تصميمها وبيختار منها موديل وبيبدأ يقولك انا هنفذ ده. طبعا المصمم هو بيستلم موديلاته من ايه من مواضيع مختلفة، يعني بياخد افكاره من مواضيع مختلفة وبيرسم افكاره، دي بتبقى بيرسمها على الورق علشان تبقى افكار جيدة. وبعضهم رأى شاف ان الخياط هو اللي بينفذ القطعة دي. طبعا المصمم بيبقى عارف كويس جدا ان هو اللي بينجح التصميم التنفيذ، يعني اللي بينجح تصميم الموديل هو المنفذ، ولازم طبعا المنفذ بيتبع الخطوات بتاعة الخياطة اللي هو بيقول ان الموديل ده يتخيط بالشكل دوت، هيتنفذ بالشكل ده، يبقى هو نجاح الموديل لازم عن طريق الخطوات اللي بتمشي صح في تصنيع الملابس وعشان يوصل للموديل النهائي. يبقى الموديل ده المصمم لما بيجي يعمل الموديل بيبقى فيه خطة تنفيذ ليها وخطة جودة عشان يطلع شكل الموديل جيد، فلازم اتبع خطة التنفيذ وخطة الجودة عشان يطلع المنتج النهائي في صورة جيدة. ده مقدمة عن ايه الفرق بين المصمم وبين الخياط. هنكمل مع بعض. هنيجي هنا نشوف، لذلك يجب أن يكون واضحا أنه لنا أن نخلط بين الخياطين ومصممي الأزياء. يعني أنا ما أقدرش أخلط بين الاتنين، لازم أفهم كده أن أنا ما أقولش أنا ديزاينر ديزاينر بناء عن يعني إيه، لا حضرتك يا إما مصمم يا إما بتخيط. وطبعا إحنا أغلبيتنا كلنا بنقول أن إحنا بنخيط، لأن معظم الموديلات بتبقى موجودة في المجلات او في المحلات او في الشركات الكبيرة، او موديلات جايبها من على النت وببدأ ايه اشتغل عليه. لكن انا لما اوصل لفن المهارة في الخياطة اقدر اعمل حاجة اسمها تركيب موديلات على بعض، بس ده طبعا ده عايز يكون خياط ماهر، يعني يكون حد تمكن جدا من المهنة وبدأ يشتغل فيها فبيطلع شغل ايه شغل ابداعي فيها، وطبعا بيبقى فيه دراسة للشغل ده. لكن انا كمنفذ بقى ايه بتبع خطوات ان انا بقى ايه بنفذ اللي بيطلبه العميل واحتياجات العميل، ما بنفذش اللي انا عايزه، لا انا بنفذ اللي العميل محتاجه وبايه وبلبي احتياجاته هو ورغبته هو. نكمل مع بعض. طبعا بنقول هنا الخياط مصنع للملابس، يعني انا دلوقتي مصنع الملابس هو بالنسبه لي اللي بيخيط، لان ايه هو بيطلع لي الموديل، المصنع ده بيطلع موديل ويبدا العمال اللي موجودين عنده هم اللي شغالين في الخط الانتاجي هم اللي بيقفلوا لي القطعه دي. لكن مصمم الازياء هو اللي بيبتكر الملابس دي. طبعا هنا بقول ان الخياط هو الشخص الذي يقوم ايه بتصنيع الملابس او تصليحها او اعادة تدويرها. يعني الشخص اللي بيخيط هو اللي بيعمل لي ده، يا اما بيخيط القطعة، يا اما بيعمل لي بيصلحها لي، يا اما بيعمل اعادة تدوير. يعني انا دلوقتي لو فرض مثلا رحت اشتريت فستان، اشتريته جاهز والفستان ده محتاج ان هو يتضيق، انا ما بعرفش اخيط، فبالتالي بروح للترزي بقول له انا عايز اضيق الفستان ده
من الجنبين بمسافة مثلا ايه 1 سنتي من كل جنب. فهو اللي بيقوم بتصليح الايه الفستان ده، مش انا يعني، هو الترزي او الخياط هو اللي بيقوم بتصليح الفستان ده. طب الفستان ده مثلا عايزه اقصره، برضه هو اللي بيقوم بيقصر لي القطع. عايزه مثلا اشيل الكم واخلي الكم قصير بدل ما هو طويل، عايزه مثلا انا شايفه ان انا عايزه اركب له الكامل. هو العميل هو اللي بيحدد هو عايز ايه في الموديل دوت، يعني هو اشتراه خلاص بس هو عايز يغير فيه، فبيقول انا عايز اعمل كذا وكذا. فهو الترزي هو اللي بيعمل ده، مش ايه مش انا، مش الشخص نفسه. الشخص نفسه مش هيعرف، العميل نفسه مش هيعرف يخدم نفسه في الحتة دي. لو انا برضو عندي مثلا حاجة زي تونيك مثلا، ما بقى لي فترة ما بلبسهوش، ورحت للخياط قلت له انا عايزة اغير في التصميم ده، عايزة اقلبه بلوزة، يعني مش عايزة التونيك ده وعايزة اعمله بلوزة، فاختار الموديل وهو يعمل لي البلوزة ايه. فهنا بيعمل ايه؟ بيعمل اعادة تدوير للمنتج اللي عندي، ان انا عندي تونيك وعايزه اغيره لبلوزه، فهو الخياط الترزي هو اللي بيعمل ده. لو انا عندي بنطلون وعايزه اخليه جيبه، فبيعمل هو بروح للترزي اقول انا عايزه اخلي البنطلون ده جيبه، والعكس لو انا عندي جيبه وعايزه اخليها بنطلون. فبالتالي ان انا ايه اللي بيعمل لي دوت هو الخياط. يعني الخياط هو وظيفته ايه؟ ان هو بيخيط وبيصلح الاجزاء بتاعت الملابس، وبي ايه ممكن يعمل لي اعادة تدوير للملابس حسب طلب ايه المستهلك او حسب طلب ايه الزبون. يبقى احنا هنا اتفقنا ان الخياط وظيفته ايه، او انا كفني او انا كربة منزل وهشتغل من البيت، هشتغل في مهنة الحياكة، يبقى انا هنفذ اللي العميل طلبه مني، هنفذ اللي العميل طلبه مني، يعني حسب الموديل اللي طلبه انا بنفذه بمواصفاته بالظبط. فهو لازم اعرف اوصف الموديل كويس جدا واحلله علشان اقدر انفذ الموديل دوت. نكمل مع بعض. المصمم بقى، المصمم هنا بيعمل ايه؟ المصمم هنا بيعمل إيه؟ بيبتكر مجموعة من التصميمات من الملابس حسب ايه؟ حسب خطوط الموضة وحسب انواع القماش وحسب الالوان اللي هو هيختارها. يعني هو المصمم هنا بيعمل لي ابتكار عالي جدا، يعني هو اللي بيحدد لي خطوط الموضه. احنا دلوقتي تقول لك ايه ان الخطوط الموضه السنه دي هتبقى ايه الكلاسيك، خطوط الموضه السنه دي هتبقى كاجوال، خطوط الموضه السنه دي خطوط المستقيمه. دي حسب ما بيتفقوا المصممين العالميين عليها، فهم اللي بيقولوا خطوط الموضه هتبقى ايه السنه دي. الالوان برضو هما اللي بيتفقوا عليها، لان انا دلوقتي المصممين لما بيجي يعملوا التصميمات هما اللي بيختاروا الالوان، هما اللي بيختاروا شكل التصميم يبقى ازاي، شكل القماش ممكن يختاروا شكل القماش كمان، ويبعتوا التصميمات دي تصميمات القماش لملابس مصانع النسيج عشان تبدا تنسج او تطبع القماش حسب التصميمات الموجوده. فهنا المصمم بيعمل لي ابتكار وابداع على مستوى عالي جدا علشان ايه يطلع احلى حاجه في الايه في الموديلات، يطلع موديلات جديده. ممكن ان المصمم يقعد ايه يطلع موضه قديمه، يعني مثلا احنا قلنا ان الفساتين بدات تظهر وترجع تاني، فانا الفستان اللي هو رجع تاني ده بس رجع بشكل مختلف، ما رجعش زي زمان. احنا قلنا الموضه بتجدد نفسها كل 10 سنين، فهم المصممين بيبداوا احنا هنرجع الفستان تاني بس هنغير في شكله، هنغير في التصميم بتاعه بحيث ان هو يبقى يناسب جميع المراحل السنيه، يناسب جميع الفئات، ما يبقاش ايه فئه تلبسه وفئه التانيه لا. فهو المصمم بيبقى مبدع مبتكر، هو اللي بيحدد خطوط الموضة، هو اللي بيحدد الألوان، هو اللي بيحدد التصميم، الخطوط القطع اللي هتنزل، المنتجات اللي هتنزل ايه، هو ده اللي بيعمل. ويبدأ يحط التصميمات دي كلها جوه كتالوج، او ان هم بيعملوا في مسابقات، في عروض ازياء بتبقى محلية وفي عروض ازياء عالمية بيشتركوا فيها المصممين كلهم، ويبدأوا يعرضوا خطوط التصميم بتاعهم الموديلات اللي هم نفذوها علشان
ايه تبدأ الشركات تختار من عروض الأزياء دي، تختار الموديلات اللي هتاخدها كخط إنتاج بتاعها ايه في العام دوت. نرجع نكمل مع بعض. وفي حين أن مهارات الخياطة مفيدة لمصمم الأزياء، إلا أنها ليست شرطا أساسيا أن تكون مصمم الأزياء الناجح. يعني ايه الكلمة دي؟ يعني أنا دلوقتي طبعا أنا المصمم من غير الخياط مش هينفع يبقى فيه ايه منتج نهائي. فبالتالي ان المصمم لما بيجي يصمم المنتج اللي هو هيدخل بيه بقى السنة دي، انا المصمم بيحدد الموديل اللي هيدخل بيه السنة دي عشان هينزل باسم المصمم ده، او مثلا هيعمل 5 6 تصميمات وهتنزل باسمه، فبيبقى فيه منفذ معاه. يعني ايه منفذ معاه؟ يعني منفذ اللي بيرسم له الباترون، بيبقى فيه واحد بيرسم له الباترون، في واحد بيخيط القطع، يعني واحد مخصوص لرسم الباترون بيرسم الباترون بتاع الفستان او القطعه الايه قطعه التصميم اللي هو عاملها، ده المصمم اسمه مصمم الباترونات. في واحد بقى بينفذ القطع، يعني بيخيط القطعه دي ويبدا يجمعها. لكن المصمم قليل جدا قوي ونادر لما تلاقي مصمم ومنفذ في نفس الوقت، يعني نادر جدا لما تلاقي مصمم بيصمم ملابس وبيرسم باترون وبينفذ، دي نادرا. يعني ممكن تلاقي المصمم اللي هو بيشكل على المانيكان على طول، هو ده يعتبر ايه اللي هو من ضمن المصممين الناجحين، اللي هو بينفذ القماش على المانيكان مباشرة. لكن المصمم اللي بيستخدم السكتش وبيرسم الموديلات ويبدأ، بيبقى محتاج حد معاه يرسم له الباترون، محتاج حد معاه يخيط. فهو لو هو بيعمل الثلاث حاجات دول مع بعض، ان هو بيصمم وبيرسم باترون وبيخيط، فبيبقى كده بقول عليه ان ده مصمم ناجح. لكن عشان كده بنقول ايه، مش شرط ان ايه اللي بيعرف يخيط يبقى مصمم ناجح، ومش شرط المصمم الازياء يا الايه اللي هو بيصمم بس يبقى ايه مصمم ناجح. ممكن تصميماته دي ما حدش يعرف ينفذها، يعني ممكن يبقى فيه تصميمات صعب تنفيذها. فلذلك ان في بعض التصميمات لما بتيجي تنزل، وهنشوفها دلوقتي مع بعض، بتنزل بالباترون بتاعها جاهز بخطوات تنفيذها بالظبط. ماشي، نكمل بقى مع بعض. يبقى احنا كده، وفي حين ان مهارات الخياطه مفيده لمصمم الازياء، الا انها ليست شرطا اساسيا ان تكون مصمم الازياء الناجح. يعني انا دلوقتي لو انا مصمم كويس جدا ومصمم المنتجات كويس قوي، واللي نفذ لي المنتج نفذه لي بصوره سيئه، فبكده انا ايه انا فشلت كمصمم، لان انا معرفتش اختار التيم بتاعي او الفريق بتاعي اللي يشتغل معايا. نكمل. طبعا خط الفاصل بين تصميم الازياء والخياطه هو خط رفيع جدا. يعني احنا بنقول ان في خط رفيع جدا بين تصميم الازياء وبين الخياطه، والناس بتخلط بين الاثنين، بين تصميم الازياء وبين الخياطه. فلازم اكون عارف ان انا لما يجي حد يكلمني اقول انا منفذ، انا بنفذ قطع ملبسيه، ما بصممش ملابس. يعني لما حضرتك تعمل مشروع هتخيط، يبقى انت هتشتغل ترزي. لو هتشتغل في مصنع هتبقى من ضمن خط الانتاج، يعني هتشتغل على مكنه، يعني هتقفل قطع، يعني حضرتك هتبقى زي تتعامل زي ايه فني ملابس، ترزي بيخيط بينفذ قطع المطلوبة منه، مش مصمم ازياء. ولازم اعرف، لازم الفرق ده مهم جدا جدا، لان انا بنفذ المنتج المطلوب مني، الموديل اللي طالبه العميل. انا ما بصممش ازياء. انا عشان اصمم ازياء ويبقى لي ازياء وادخل، لازم ادخل مسابقات وادخل عروض وابقى معروف عالميا، دي خطوات كبيرة جدا جدا، مش ايه يعني ليها مراحل تانية خالص خالص. لكن انا بتعامل على اني منفذ بخيط، انا ترزي على مكنة بخيط منتج، بقفل منتج. لازم اتعلم اقفل المنتج ازاي بطريقة جيدة بطريقة صحيحة. نكمل مع بعض. والاراء حول الخطوات التي تدخل ضمن تصميم الازياء او التي تدخل ضمن الخياطة، فقد يرى البعض ادخال خطوة تثبيت الباترون، يعني اول حاجة لازم اثبت الباترون على القماش، وبعدين القص والتعليم والتدبيس ضمن خطوات التفصيل. وقد يرى البعض الاخر ادخالها ضمن خطوات الخياطة،
ولتسهيل العمل يمكن النظر إلى الأمر على أنه سلسلة من الخطوات المتتابعة التي تبدأ باختيار الفكرة والموديل وتنتهي بإخراج القطع النهائي. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي لما بيجيلي الموديل ببدأ أخد الموديل دوت، بعمل إيه؟ بعمل تحليل للموديل. يعني أنا جايلي بلوزة، ببدأ أحلل الموديل ده وأشوف الموديل ده خطوات تنفيذه إيه. فأحيانا بتيجي بقى في كارتة المواصفات بتيجي كده تحليل الموديل، الموديل عبارة عن إيه؟ لو بلوزة، بلوزة الأمام فيه مرد يبقى الأمام قطعتين، المرد تركيب ولا مرد من من ولا مرد متصل، يبقى انا لازم اعرف المرد بتاع البلوزه منفصل ولا متصل. يعني ايه منفصل ولا متصل؟ يعني من ضمن خط البطرون المرد، ولا المرد متركب من لون تاني فيعتبر مرد منفصل. الكم اتنين قطعه، الكم طويل ولا الكم قصير، في اسوره ولا ما فيهوش اسوره، حرده الرقبه، انا عندي حاجه اسمها تنظيف، تنظيف ايه؟ تنظيف الكم، نهايه الكم وتنظيف للرقبه، هل الرقبه فيها ياقه والياقه شكلها ايه، ولا هتتقفل ببيه، ولا هتتني وتعمل لها سكاف. فلازم اكون كل ده موجود في في مواصفات المنتج. فعشان كده هو اما باجي انفذ الموديل بمشي مع الخطوات اللي بتجيلي في تنفيذه. يبقى اول حاجه وانا برسم البطرون لازم اعمل تحليل الموديل كويس جدا، واحدد كم البطرون ده، الموديل ده كام قطعه، عشان انا برقم قطع البطرون وانا بقص. يعني مثلا الامام كم قطعه، فبكتب ميم واحد ميم اتنين ميم تلاته حسب اجزاء البطرون بتاعت الجزء بتاعت الامام. الخلف كذلك، الكم بكتب كم واحد وكم اتنين عشان انا منساش وانا بعشق ان انا عندي اتنين كم مش كم واحد. لما اجي اعمل اسوره، الاسوره ليها بطانه، لو هاجي اعمل ياقه، الياقه ليها بطانه. يبقى يعني بالتالي ان انا بحدد وانا برسم البطرون الموديل ده كام قطعه. طيب مسافات الخياطه، انا لما باجي احط البطرون على القماش لازم اراعي مسافات الخياطه، لان انا البطرون اللي انا برسمه ممكن يكون البطرون جاي لي من غير مسافات خياطه، فلازم ابقى براعي براعي مسافات الخياطه، وبراعي اتجاه النسيج. النسيج بتاعي احنا قلنا ان اي نسيج ليه اتجاه، لو خصوصا لو النسيج فيه فيه كنار او مقلم او فيه ورده فيه نقشه، فلازم اراعي اتجاه النسيج بتاعي. ولو القماش فيه وبره برضو براعي اتجاه الوبره، لان انا كل ده لو اختلف في التعشيق بيطلع لي الشكل المنتج غير لائق. فهي دي اسمها مواصفات المنتج، او كارت او كارتة المواصفات بتاعت المنتج اللي انا بمشي عليها، لو انا بشتغل في مصنع في خط انتاج، او لو انا هشتغل ترزي بشتغل على النقطة دي. بعد كده بشوف القص، طبعا لازم ما اجي اقص بمقصات الخياطة اللي هي المقص الكبير، او لو انا في مصنع بقص طبعا بمقصات اللي هي مقص المستطيل او مقص المستطيل او المقص الشريط حسب كمية الطبقات اللي انا هقصها. طبعا براعي في القص ان انا ما اكلش من اجزاء البطرون، ما اجيش بمشي على الخطوط المتعلمة ليا، لان انا لو دخلت او اكلت من الجزء من البطرون ده بيأثر معايا في الخياطة بعد كده. فانا براعي الخطوط المحطوطة لي، التعليمات المحطوطة بتاعت التعشيق براعيها وانا بقص وبمشي عليها بالظبط عشان اطلع القص بتاعي جيد. يبقى انا الجودة بتاعتي بتبدأ من امتى؟ بتبدأ من بداية البطرون، رسم البطرون، وبعد كده التعشيق، وبعد كده اللي هو اللي هي مرحلة القص، بعد كده توزيع بقى القطعة وتقفيلها. فلازم ابقى عارف خطوات، بكتب خطوات توزيع القطعة. يعني ايه خطوات توزيع القطعة؟ يعني ايه البلوزة دي هتبدأ تتوزع ازاي على المكن، انا عندي كام مكنة في الخط الانتاجي، او انا كترزي في البيت ابقى عارف ان انا هقفل القطعة دي ازاي. فانا بحدد ايه نوعية المكن اللي انا عايزه لتنفيذ القطعة دي. يعني انا لو عايزة، لو عندي بلوزة طبعا حسب الكميات اللي انا هنفذها، فالبلوزة دي بتحتاج مكنة اوفر، مكنة
مكنه علاوي، مكنه زراير، مكنه سنجل عشان تقفل لي القطع. فبالتالي ان انا محتاجه المكن ده في الخط الانتاجي. طب لو انا ترزي يبقى انا عندي عندي مكنه سنجر، عندي ممكن ميبقاش عندي مكنه اوفر، يبقى انا هعمل اوفر بره، وراعي في الاوفر ان انا سايبه مسافات الخياطه للاوفر عشان المكنه ما تاكلش من ايه، من المنتج بتاعي. يبقى انا كده عرفت ان انا الاول حاجه بعمل اوفر للقطعه الملبسيه الاول قبل ما اشتغل عشان التنسيل القماش بتاعي ما ينسلش ويأثر على الايه المنتج. ممكن يصغر لو هو نسل وبعد كده عملت له اوفر، ده بيأثر على حجم المنتج، حجم المنتج ممكن يصغر معي. فلازم براعي في المسافات الخياطة، براعي 1 سنتي للاوفر وواحد سنتي لمسافات الخياطة. برضو تقفيل القطعة لازم اكون كاتب خطوات تقفيل القطعة. دي الخطة اللي بتتحط للمنتج، دي الخطة اللي بتحط بالمنتج وبيمشي عليها اللي هو الخياط، سواء الفني في المصنع او اللي هو الترزي في البيت. فلازم يكون في خطة مكتوبة او انا كاتبها كترزي، ازاي اعرف اخيط، هخيط القطعة دي ازاي عشان امشي عليها، عشان في الاخر اطلع الايه المنتج النهائي بصورة جيدة. يبقى انا عشان اكون كربة منزل وهجيب مكنة واشتغل لازم اكون عاملة خطة محكمة، ان انا ما يجيش ايه الزبون بعد ما اعمل له الموديل يقول لي لا ده مش مقاسي، ده صغر او ده كبير عليا محتاجة اضيقه. لو هو طبعا لو كبير ممكن يتضايق، لكن لو صغير لو مقاس اصغر طبعا هيبقى صعب جدا ايه توسيع. فلازم اراعي ايه الخطوات اللي انا بمشيها كويس جدا اثناء الحياكة قبل عشان خاطر اطلع المنتج النهائي ايه طبقا للمواصفات المطلوبة بتاعه الموديل. نكمل مع بعض. تصميم الازياء طبعا هو الخطوة الاولى في عملية انتاج الازياء، ويبدأ بتكوين فكرة عن المنتج المراد العمل عليه، ثم وضع هذه الفكرة على ارض الواقع، بداية من رسم الفكرة او الموديل على الاوراق وتلوينه او عبر برنامج تصميم على الكمبيوتر، ثم اختيار نوع القماش والالوان والتطريزات، ثم نقل هذه الفكره من الورق الى الباترون لتصبح الفكره جاهزه لايه للتنقل الى المرحله الايه الثانيه. يعني دلوقتي انا كمصمم ازياء ببدا اخد ايه، ببدا اصمم الموديل بتاعي اللي انا حطيته على الورق، بحاول بقعد اغير طبعا في الشكل في لغايه ما اوصل للموديل اللي انا خلاص كده هو ده الموديل اللي انا اللي في دماغي وانا عايزه انفذه. ببدا بعد ما المصمم بيصمم الموديل بيبدا يختار اللون اللي يناسبه، فبيقعد يعمل كذا تجربه على اللون اللي يناسب على الموديل ده. ممكن كمان بعد ما يعمل اللون ممكن يختار شكل القماشه اللي هي هتتنفذ على الموديل دوت. بعد ما بيختار شكل بيعمل التصميم واللون وشكل القماشه، بيبدا بعد كده خلاص يعني يعمل له تفنيش، يعني بيفنشه خلاص عشان يبقى خلاص كده هو ده الموديل النهائي اللي هبدا اشتغل عليه، يعني او اللي انا هنزل بيه المسابقه او عرض الازياء، او اللي هم طبعا اغلبيه المصممين بيبقوا مصممين عالميين لفنانين. فالفنانه طبعا عايزه تنزل بموديل جديد بشكل جديد، فهو ايه بيبدا يصمم لها الموديل ده على حسب شكلها وعلى حسب ايه اللي يمشي معاها وجسمها ولون البشره بتاعتها، فبيبدا يعمل لها الايه التصميم اللي هو يناسبها واللي هتنزل بيه في الايه في مثلا في فيلم او في حفله هتحضرها او كده. فهو المصمم بيبقى نجاحه مع الموديل اللي بينفذه هينفذه لمين ومين اللي هيلبسه، هو بيبقى محدد من البدايه ان هو بيعمل ده لمين. فبيبدا بعد كده يحول التصميم بتاعه ده، طبعا هو ايه بيستخدم يا اما بيستخدم الورق يا اما بيستخدم التصميم على الكمبيوتر، واغلبيه المصممين دلوقتي بقى عندهم يعني درايه بالبرامج الجديده بتاعه تصميم الازياء، فبدا يشتغل على الكمبيوتر اسرع بكتير من ايه من السكتشات والشغل على الورق، لان هو
بيوفر معاه في الوقت وفي الجهد، وكمان بيقدر ان هو يعني يقلل من تكلفة الورق، ويقدر يعمل تصميمات اكتر مما من الاول، ان هو بيبقى عنده التصميمات اللي عاملها قبل كده موجودة، وبيبقى ممكن يغير فيها ويشكل فيها زي ما هو عايز. بعد كده بيبدأ يحول التصميم ده لورق. يعني ايه ورق؟ يعني هو بيبدأ الاول اللي هو المصمم الباترون اللي معاه، اللي مع المصمم الازياء، بيبدأ ياخد التصميم ده ويقعد يعمل الباترون بتاعه بناء على المواصفات اللي بيحطها مصمم الازياء. يعني مصمم الازياء بيحط مواصفات للموديل، بتاع الباترون بيبدأ يرسم المواصفات اللي ايه اللي كاتبها المصمم. بعد كده بتاع الباترون بيبدأ يحدد الايه الخطوات بتاعة التنفيذ من خلال رسم الباترون. يعني هي بتبدأ من كده، ان هو بيبقى في مواصفات للتصميم، بعد كده في مواصفات لتنفيذ الباترون، خطوط اللي هيمشي عليها بقى ايه المنفذ اللي هو الخياط اللي هيمشي على الخطة اللي هيحطها بتاع الباترون، اللي هو انهي قطعة هتتجمع مع بعض وانهي قطعة هتتقفل، دي عن طريق ايه التركيم بتاع التعشيق اللي بتتعمل، والاتجاهات النسيج، الخطوط اللي هتتجمع، مكان البنص، مكان القصات، كل ده بيبقى محطوط ومتعلم له علامات على الباترون. فمن خلال العلامات دي بيبدأ الايه مرحلة التنفيذ، ان هو يطلع كمنتج ايه منتج نهائي. ودي اللي احنا بنقول عليها ايه، دي اللي احنا بنقول عليها ايه، بتبقى موجودة ايه في المصنع، اللي هي العينة. ان انا بعمل عينة قبل ما انفذ ايه الموديل، يعني بعمل عينه اللي هو قسم العينات. وقلنا قسم العينات ده بيبقى فيه ناس خاصه بتنفيذ الموديل ده بالمواصفات دي، عشان ايه هو ده اللي هينزل بعد كده للخط الانتاجي، ونقول ان هو ايه خلاص احنا عرفنا القطعه دي هتتنفذ ازاي، فايه نبدا ننزلها في للفنيين على المكن يشتغلوا كايه كخط انتاجي في القطع. فلازم العينه تطلع مطابقه للمواصفات بتاعه التصميم اللي اتحط لي، المقاسات اللي هل نفس المقاسات، نفس الخامه هي التصميم، مكان القصات مظبوط، الوزن لو انا هعمله بوزن، هل الوزن بتاع القطعه طلع بنفس المواصفات اللي محطوطه؟ يبقى انا بتبع المواصفات بتاعه الموديل اللي هي محطوطه عشان اطابق بيها العينه اللي تم ايه تنفيذها. نكمل مع بعض. طبعا ده اشكال يعني من ديفيليه كان معمول. طبعا في مصممين ازياء كانوا عارضين الازياء بتاعتهم، دي اللي هي الحفلات اللي بتتعمل او عروض الازياء اللي بتتم لكل مصمم بيعمل ايه مجموعه من الازياء، ما بيزيدش عن ايه أربعة خمسة، يعني ما يعني مش بيعمل، مش كل مصمم مثلا يعمل لي 10 11 تصميم، لا هما ما بيزيدش عن 4 5 في ايه في العرض. واحيانا كمان بيبقى موديل واحد بس بينزل بيه المصمم في المسابقات او في عروض الازياء دي، يعني بينزل باسمه، يبقى هو ده اللي ابتكره طول السنة واللي هو هينزل ويشتغلوا بيه المصانع الكبيرة. هنا بقى ناخد المقارنة عشان ايه نلخص كل اللي احنا قلناه في كلمتين صغيرين جدا. ايه الفرق بين مصمم الازياء ومنفذ الملابس اللي هو الخياط؟ هنقول المصمم هو مبتكر الملابس، ويبتكر مجموعات الملابس من خطوط الموضة وانواع القماش واختيار الالوان. يبقى هو المصمم بيعمل لي ده، بيبتكر الملابس، ويبتكر مجموعة الملابس من ايه من خطوط الموضة وانواع القماش واختيار الالوان. اما المنفذ هو الشخص الذي يقوم بصنع الملابس او اصلاحها او تغييرها بطريقة احترافية. يعني لازم يكون الخياط عنده احتراف عشان يقدر يفهم الموديل اللي قدامه وتركيبه ايه. لو انا بخيط في البيت يبقى ما عنديش حد هيقول لي مواصفات الموديل اللي جابه لي الايه الزبونة ايه، فبالتالي ان انا لازم اكون عندي المهارة ان انا اعرف البلوزة او الجاكيت او التاير اللي هي جايباه اقفله ازاي او ايه اجمعه ازاي.
يبقى دي المهارة اللي بيوصل بيها اللي هو ايه الخياط او الترزي، ان هو ازاي يقفل قطعة الملابس ويطلعها بالمواصفات المطلوبة ليه، وهو ده المفروض ان احنا كفني ملابس نعرفه، ازاي اعرف انفذ الموديل اللي قدامي اللي هو طالبه العميل بنفس ايه التقنية بتاعته بنفس الشكل بتاعه. واحيانا كمان بيبقى العميل جايبني نفس يعني شاف الموديل وجايب نفس القماشه بتاعت الموديل بالظبط بنفس اللون بنفس كله وعايزه يطلع زي الموديل بالظبط، فلازم انفذ له اللي هو عايزه. نكمل مع بعض. هنيجي هنا بقى نشوف بعض التصميمات اللي ايه تم تصميمها من خلال الايه مصممي الازياء. لو احنا شفنا الموديل اللي هو الايه القطيفه، ده معمول من القطيفه الاحمر، طبعا احنا فينا اتجاه للنسيج اتجاه اللمعه، هنا معمول على الوسط هنا دانتيل يعني جيب دانتيل فيها كشكشه، الجيب دي متركبه على خط الوسط. طبعا هنا لو لقينا فتحه الرقبه هنلاقي فتحه الرقبه مربعه، في طبعا الشابو معمول من نفس لون الفستان، ده طبعا يبقى فستان ايه بيتلبس سواريا فستان بعد الظهر. فانا لما اشوف الموديل ده لازم اعمل له تحليل كويس جدا زي ما انا قلت تحليله كده قبل ما انفذه علشان اعرف انا هرسم الباترون ازاي. طبعا الفستان ده في قصه في الوسط وفي قصه برنسيس في ايه في خط في جايه من عند حرده الابط ونازله لغايه الفستان من تحت، مفهوش الفستان مفهوش توسيع، نازل ايه نازل بتقسيم، الكم كذلك نازل بتقسيم مفهوش اسوره. يبقى انا لازم احلل الفستان كويس قوي او الموديل اللي قدامي زي ما انا حللته كده عشان ابدا ارسم الباترون. لو انا ببص للفستان اللي هو الاحمر دوت هيتنفذ بانهي باترون، يبقى ده هيتنفذ بالباترون اللي هو الكورساج اللي هو ببنسات، لان انا ايه لازم اعرف نوعيه القماش قبل ما انفذ، فالقماش ده هيتنفذ ما دام في قصه برنسيس يبقى لازم هيتنفذ بايه بالباترون اللي هو بالبلينس. لو جينا للفستان اللي جنبه، الفستان ده برضو معمول ايه ده فستان سواري معمول من الايه الفستان من تحت قب طبعا قصير معمول زي ضربيه من تحت كده اللي هو الكروازيه، الجيبه بتاعته من تحت الكروزيه، بس هو فستان صك يعني جاي معمول تكسيمه في الوسط ونازل لغايه تحت وجاي بالقصه اللي هي ايه معمول سبعه من قدام. والجاكيت بتاعه هنا الجاكيت معمول من ايه من قماش اللي هو الديسكو اللي بيلمع، والشابو معموله من نفس الشكل الجاكيت. الجاكيت معمول ايه بولورو مش جاكيت كامل، يعني هو الجاكيت ده بولورو يعني يا دوبك مغطي نص الجزء بتاع ايه بتاع الصدر. برضو الفستان ده لما اجي انفذه هنفذه بيه على الايه الباترون اللي هو الباترون بتاع البنسات. يبقى انا لازم اعرف ان انا الموديل اللي قدامي ده احلله كويس جدا، اشوف قصاته كويس قوي، بعد كده اشوف هيتعمل بانهي باترون قبل ما انفذ. يبقى انا بكتب ده ممكن ايده عشان ما انساش انا كترزي او كربة منزل اللي هتشتغل، يبقى لازم تبقى عارفه الخطوط اللي هتمشي عليها ايه الخطه اللي هتحطها وهي بتنفذ القطع. نشوف موديل تاني. طبعا هنا برضو احنا لو لاحظنا هنا ان المصمم هنا بيعمل حاجه، هو بياخد نفس اللون اللي هيشتغل بيه، يعني هو ممكن يصمم الموديل على الورق وممكن يصمم بعد ما يصمم الموديل يستخدم خامات يجرب بيها على ايه على التصميم بتاعه. يعني هنا مثلا في الفستان الاولاني هو عباره عن ايه عن جيب بانتو جيب ومعمول لها بليزر من فوق وايه وبلوزه تحتيها لونها بني، بلوزه عاديه خالص يعتبر زي البادي كده بنص كم، لكن الشغل كله في السديري اللي فوق والايه وان هو جيب بانتو جيب. هو استخدم ايه قماش يعني شبه قماش الكتان، يعني ده هيتعمل من قماش الكتان والبلوزه هتتعمل من قماش الليكرا عشان كبادي، والسديري معمول من نفس لون الايه البنطوجيب. فهو كده يعني وضح ان الموديل ده هيتعمل بالخامه دي
كده انا هستعمل ايه؟ هستعمل طبعا البانتو جيب هيتعمل بالباترون بتاع البنطلون. البلوزة اللي هي اللي تحت دي بلوزة ليكرا، فهتتعمل بايه؟ على الباترون المسطح. لكن الجيليه هيتعمل ايه؟ على الباترون بتاع البنس، لان هو فيه تكسيم. الموديل اللي جنبه هو استخدم الالوان فيه، يعني ما استخدمش فيه الايه القماش، لا استخدم فيه الالوان وحدد ان هو ده تيير، والتيير ده عبارة عن جاكيت وايه وجيبة. الجيبة دي مقلمة، يا اما تبقى مقلمة بالعرض زي ما احنا شايفين كده، يا اما هتبقى عبارة عن ايه القماش اللي فوق الاحمر وهركب عليه شريط ساتان. هو عملها بناحيتين، هو اصلا في الموديل هو متركب عليه شريط ساتان، ان هو ركب على الجيبه نفسها شريط ساتان، فبقى ايه القماش عندي ما بقاش مقلم بنفس الشكل ده، بقى ايه حته عباره عن قماش وايه وساتان، قماش وساتان. فممكن يبقى ساتان انا اركبه كساتان، ان انا اقص الساتان شرايط، قماش الساتان شرايط واركبه مع الجيبه فهيطلع بنفس الشكل ده، او ان انا ايه لو ما لقيتش القماش المقلم. فهو ايه هو المصمم لما عمل الموديل ده هو سابه مفتوح ايه ان هو حسب ما ايه ما يلاقي القماش، يا اما يتركب يبقى لونين مع بعض القماش مع الساتان، او يبقى القماش مقلم. وهو طبعا بيروح بيودي التصميم دوت ان هو يتعمل القماش مناسب للتصميم، ان هو يبقى القماش طالع لي بنفس التقنية دي، ان هو يطلع لي نفس العروض، العرض بتاع الاسود هو نفس عرض الاحمر عشان تطلع الجيبة كده. طبعا هو عامل الجاكيت النص الكم بتاعه بنفس لون الجيبة. طبعا هنا الفستان من فوق السابرينا بتاعته واسعة، سوري الجاكيت السابرينا بتاعته واسعة، وفي مرد من الامام، والمرد ده متصل بقطعة الامام، يعني مرد بسيط وفي 4 زراير من القدام كده. انا حللت الموديل، ممكن اعمله نفس باي شكل انا طالبه، يعني انا لو هنفذ الموديل ده هنفذه بالايه باي ايه باي شكل. ممكن مش شرط ان هو يبقى لون الاحمر، ممكن يبقى لون تاني لو انا لقيت القماش المقلم، بس لازم احلل الموديل كويس قوي انا كترزي قبل ما ايه ما انفذ الموديل. يعني انا ما حد يجيب لي الموديل لازم احلله كويس جدا عشان اعرف انفذه، زي ما احنا بنشوف كده ان انا الموديل باخده بحلله. هو المصمم لو انا الموديل جوه المجله، في بعض المجلات بتبقى فيها موديلات بس ما فيهاش الايه الباترون بتاعها، فبالتالي ان انا معايا الموديل لكن معيش خطواته، فببدأ ان انا احلل الموديل اوي كويس جدا قبل ما ايه ما اشتغل عليه. نشوف تاني موديلات تانية. هنا بقى لو اخدنا بالنا من الموديلات دي، هو عبارة عن ايه، هما تيرين. التير اللي هو الموف ده معمول الجاكيت بتاعه بسبعة من قدام، ماخد نفس شكل الجيب بسبعة. هنا المصمم عمل الايه، عمل الجاكيت يعني بلون السادة، وعمل الجيبه ايه منقوشه، فهو لعب بايه باللونين، ان هو يبقى الجاكيت ساده والجيبه منقوشه. ممكن اقول هنا ان هو ممكن يكون القماش بكنار، القماش بكنار، فعمل هنا القماش راح ايه مخليه خلى الساده فوق كجاكيت والجيبه تحت منقوشه. ونفس الموضوع عمله في الايه التغيير التاني. ده كده الايه الموديل بتاعنا. طب نشوف مع بعض برضو نفس الشكل هنا عمله في التصميمات. هنا برضو التصميمات السواريه، انا هو عمل فستان سواريه. هنا الفستان الابيض، طب هنستخدم هنا الفوم على اساس الفوم هنا بيلمع، والستان حطيناه على الحرف بيدي نفس الشكل، ان هو لو اتعمل بنفس الديزاين ده هيبقى نفس الشكل ده. في الناحية التانية برضو عمل البنطلون والجاكيت من الفرو. هنا برضو بعض القصات من البلوزات.
اختلفت البلوزات، ان في هنا البلوزة هنا اللي هي الخضرة دي على سن الإبرة، في التانية المرد بتاعها عكسي، التالتة دي فيها المرد تركيب وفيها كورنيش على الرقبة وعلى الايه، على الياقة وعلى المرد، كورنيش صغير. هنا طبعا الجاكيت برضو بنفس الشكل، الفساتين الفستان. هنا بقى في بعض الموديلات، في بعض المجلات زي البوردة بيبقى فيها الموديل ده، يعني بيبقى فيها الموديل والباترون بتاعه، ده الموديل بيبقى مرسوم والباترون بتاعه بالمقاسات بتاعته. ده بيريح، ان انا بيريح الترزي لو انا جايبه عندي الموديلات دي، عندي المجلات دي، بيبقى الموديل موجود الباترون بتاعه، ان انا لو في حاجه مش عارفه اعملها هعملها من خلال الايه، الدليل بتاعي بتاع الباترون. فكذا موديل بيبقى كده، الموديلات اللي هي الصعبه دي شويه، الفستان ده اخر موديل كده هنشوفه، ان احنا الموديل دوت كده او الجيبه معمول لها الباترون بتاعها كده. احنا ايه يعني، اخدنا جزء كبير جدا الفرق بين المصمم وبين المنفذ، واخدت ازاي اعمل باترون وازاي اشتغل. واتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا النهارده الجزء اللي احنا شرحناه، واتمنى لكم التوفيق والنجاح، اراكم على خير الحلقه القادمه.